نقلة نوعية وتكنولوجية تشهدها المنشآت الشرطية من خلال مراعاة الشكل الحضاري والجمالي عند الإنشاء وتصميمات داخلية تسهل تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية، وهو ما تم مراعاته عند إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة 6 أكتوبر نقلاً من مقرها بمنطقة بين السرايات ذات التكدسات الكبيرة، وقادر على التعامل مع أنظمة النقل الذكي واتباع الأساليب الحديثة في تنظيم المرور. المقر الجديد الذي سيتم افتتاحه وبدء العمل به اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 11 يوليو يضم غرفة عمليات مطورة تحتوي عددا كبيرا من الشاشات المرتبطة بكاميرات مراقبة منتشرة بطرق ومحاور الجيزة لمتابعة الحالة المرورية وتلقي اتصالات الإغاثة المرورية من المصريين والأجانب على مدار الساعة والتعامل السريع مع الأعطال والتكدسات. تم استحداث نظام شاشة الفيديو هول، وهي شاشة تتبعية يمكننا من خلالها متابعة أماكن الكثافات أو الحوادث لا قدر الله، نقلها من على الشاشة الطبيعية لغرفة العمليات لشاشة الفيديو هول يمكن متابعتها دون الخلل بالعمل في غرفة العمليات. أيضا تم تخصيص رقم 136 رقم الإغاثة المرورية لسرعة توجيه الخدمات لمعاونة المواطنين في نطاق محافظة الجيزة. خريطة التفاعلية هو موقع خاص بوزارة الداخلية مرتبط بجوجل ماب لخدمة المواطنين. يتم من خلال الخريطة التفاعلية متابعة الحركة المرورية، وفي حالة وجود أزمات مرورية طارئة سواء كانت أعطال أو حوادث لا قدر الله أو مناطق أعمال يتم الوقوف على هذه الأزمات وتحديد المدة الزمنية المستغرقة لنهاية هذه الأزمات. وعلى مقربة منها غرفة التحكم والمتابعة المزودة بأنظمة تكنولوجية حديثة لمراقبة الطرق وتتبع سير الحركة المرورية، فالغرفة مرتبطة بالرادارات الثابتة والمتحركة على الطرق لضبط مخالفات تجاوز السرعات، كذلك أجهزة GPS المزودة بها الأوناش، وكذا كاميرات المراقبة بحوزة ضباط المرور لإحكام السيطرة المرورية. منظومة التتبع الإلكتروني اللي زودنا بيها معدات ومركبات التي تستخدم في العمل الميداني المروري بتمكننا من توجيه كافة المعدات المستخدمة ميدانياً على سبيل المثال الأوناش المرور لأقرب مكان يبقى فيه إعاقة مرورية أو تكدس. الإدارة تضم وحدة تراخيص الدقي والتي تضم منظومة مميكنة متكاملة وتحتوي قاعدة بيانات إلكترونية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري، فهي مزودة بخاصية للنداء الآلي وأعداد كبيرة من شبابيك تقديم الخدمة لمنع التكدسات وأماكن لانتظار المواطنين وأخرى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكافيتيريا ومساحة واسعة لانتظار السيارات وأجهزة حديثة للفحص الفني، حيث يتم تطبيق نظام الفحص الفني الإلكتروني للسيارات باستخدامها. تم تجهيز وحدة الفحص الفني بأجهزة إلكترونية متطورة بتقوم بفحص السيارات دون تدخل بشري، وذلك للتأكد من سلامة المحرك، نسب العادم، مدى صلاحية الإطارات وصلاحية الزجاج، بالإضافة لإضاءات السيارات. ومن أجل تعليم قيادة السيارات وفقاً لأسس وأساليب حديثة، أنشئ داخل المقر مدرسة لتعليم قيادة السيارات مزودة بأحدث النظم والوسائل التعليمية والتكنولوجية التي ترسخ الأسس الصحيحة لقيادة السيارات وكيفية الالتزام بالقواعد المرورية السليمة حرصاً على سلامة مرتادي الطرق. المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمكوناته وتجهيزاته إضافة حقيقية لمنظومة العمل المروري الذي تسعى وزارة الداخلية نحو تطويره وميكنته لتحقيق الانضباط المروري بكافة المحاور والطرق.